بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. مولانا سبحانه وتعالى حين فرض علينا عبادات فمقصده خير لمن استجاب لدعوة الرحمن باش يجعل منه من خير العابدين، من خير الساعين إلى الأجر العظيم. وفماش واحد منا ما أنا ما فيه ما لهوش فرص كثيرة في حياته الدنيوية أن يكون من المحظوظين حين يؤمن بالله ويتوب توبة نصوحا، وإذا تاب هذه التوبة يرى المولى أن يعفيه من كل عقوبات ما كان هو السبب ما تورطي في تلك العقوبات. وقد كم من مرة ذكرنا لكم أن الذي يسمع النصيحة منا أهل القرآن ويعود إلى الآية 70 من سورة لا ديسكريميناسيون يعني الفرقة، هل الآية هذيك تبشر الإنسان قبل أن يقع في براثن الشيطان؟ كيف؟ أي يبدل ربي حين هو يحقق ما قلنا، يبدل ربي سيئات كاملة إلى حسنات من عطاء رب الحسنات. ولهذا ما تستنقصوش من رجوع إلى التوبة النصوح، يعني تعزم تريزو ألا تعود في تلك لذلك الخطأ. وإذا كان كنت حريصا على ألا تكسب خطأ من هذا النوع في مستقبلك، فاعلم أن الله قد حولك من فسطاط الظالمين لأنفسهم إلى فسطاط الناجين من غضب الله ومن عذاب الله. نسأل الله أن نكون ممن يرضونه سبحانه وتعالى حين يبشرون الناس بهذه النعمة الفائقة، هي نعمة تحويل السيئات إلى حسنات. والسلام على من قصد الرحمن يلوذ به ويطلب زيادة من خيراته، وفي مقدمة زيادة في محبته لربه. والله حين تحبه يزيد من حبه لك، ومن زاد حب الله له كان من أسعد الناس في الدارين. والسلام علينا بالتمام والكمال، أهل محمد عليه الصلاة والسلام.